بنت اليوم مع أمولة كيك بيغ دو كاكاوات. ايه كيك زبدة الفول السوداني ولا اروع. شوفوا البنة هنا قدامكم، شوفوا بعد شوية الطريقة والتحضير. ما تنساوش لايك وبارتاج. دونك كيك بنين برشا لقهوة العشاء ولا فطور الصباح. سلاديه 3 عظمات، 100 غرام سكر، ساشي سكر فاني نخدمهم بالبي حتى تبدل اللون. بعد نضيف 60 مليلتر حليب وقدهم كيف كيف زيت. نضيف هوني مغرفة كبيرة زبدة الفول السوداني بيغ دو كاكاوات، نخدمهم بالبيهي مع بعضهم. بنين برشا الكيك هذا، ان شاء الله انتم تجربوه زيدا. بعد ما خدمتهم نضيف هوني 200 غرام معناها فارينه، معاها ساشي بتبيع نتاع خميره نتاع حلويات. تاخذوا سلاديه اللي تحبوا عليها، هذا هو الخليط نتاعنا باش نخدموهم بالبيه شويه. ومن بعد تاخذوا معناها كيما نقولوا احنا المول اللي تحبوا عليه باش تعملوا الكيك نتاعكم. انا خديت الكيك معناها المول هذايا، دهنته بالزبده وحطيت بابي كويسون. نحط الكيك نتاعي وسي بارتي للفور 25 دقيقه على 180 درجه. ما نحكيلكمش قداش بنين الحقيقه الكيك هذا، في نفس الوقت اللي قاعده تيب فيه الفور تيب فيه الكيك قبل ما نخرجوا شويه معناها وقت قرب يطيب. خذيت هوني شويه معناها كاكاويه مع شويه بيغ دو كاكاويت وكاكاويه زاده مهروشه، ومعها شويه حليب ذوبتهم وسقيت بهم هكا الكيك من فوق. تنجموا مش لازم يعني كان ما تحبوش مش لازم، لكن يعطي هكا بنا. هذا هو الكيك نتاعنا، ما نحكي لكمش قداش بنين، لازم تجربوه سورتو اللي بعمره ما جرب الكيك بيغ دو كاكاويت سي لوكازيون مع اموله. هذا هو بعد ما قصيناه بنين برشا، انا بيرسونيلمون بنيتي حبوه برشا، ان شاء الله انتم زاده تحبوه وتجربوه زاده كيف كيف. ما تنساوش لايك وبارتاج. في انتظار وصفات اخرين تابعوني على قناتي على اليوتيوب، نحبكم برشا.